إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. قرأنا إسناد الحديث الأول الذي بوب عليه الإمام النووي رحمه الله تعالى باب استئذان النبي صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل في زيارة قبر أمه، والحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أورده من طريقين، وتكلمنا عن الطريق الأولى وأن إسنادها كوفيون، وهذه عادة لمسلم إن لم يجد الإسناد المدني ولا المكي بدأ بالكوفي، ولم نتكلم على متن الحديث، فنتكلم على متن الحديث على وجه فيه إيجاز. قال أبو هريرة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استأذنت ربي أن أستغفر لأمي، طلبت الإذن من ربي عز وجل أن يغفر لأمي. وأمه آمنة بنت وهب الزهرية رضي الله تعالى عنها، وطلب الاستغفار طلب المغفرة من الله عز وجل، فلم يأذن لي في الاستغفار، واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي. أذن الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يزور قبر أمه، ولكنه لم يأذن له أن يستغفر لها. وهنا مباحث ومطالب، ويأتينا جلها في الألفاظ التي أبهمها مسلم في الحديث الثاني، ولمسلم أسرار وأشياء تحتاج إلى بحث، وكلما قطعنا شوطا دللنا على أمور ما تكلمنا عنها في منهجه، ويأتينا نصيب قسم منها في نصيب هذا الدرس إن شاء الله تعالى. المبحث المهم: أين كانت هذه الحادثة؟ الجواب الواضح: كانت عند قبر أمه صلى الله عليه وسلم. الجواب: أين قبر أمه؟ أين كان قبر أمه؟ ويسعفنا في الجواب على هذا السؤال جواب على سؤال آخر: متى كان ذلك؟ هذه الحادثة متى كانت؟ هل كانت في أوائل البعثة أم في أواخرها؟ هذه الحادثة كانت عندما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة، فإذا هي كانت في أواخر البعثة، وكانت بعد أن أنزل الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي القربى. لماذا طلب النبي صلى الله عليه وسلم من ربه أن يغفر لأمه؟ لرجاء اختصاصه بهذه الخاصية كالخصوصيات الثابتة له صلى الله عليه وسلم، والتي أفردها العلماء بالبحث وأفردوها بالتصنيف. موضوع التوحيد
والنجاة عند الله عز وجل لا صلة للقرابة فيها أبدا. الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء. السؤال: هل أم النبي صلى الله عليه وسلم أدركت الإسلام؟ جواب: لا. هل كان التوحيد معروفا عنده؟ نعم. بقايا الإبراهيمية التي جاء بها إبراهيم عليه السلام كانت موجودة عند العرب بعامة وعند قريش بخاصة. عند من عاش في مكة بخاصة، أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن ابن جدعان خال عائشة في النار، وكان كريما، وكان لا تطفئ النيران تحت أقدامه تحت قدره من شدة كرمه، وكان الفارس يغفر بالإناء ويأكل. فلما أخبرها النبي صلى الله عليه وسلم أنه في النار علل ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم، ومضى معنا في صحيح مسلم هذا الحديث مطولا، قال إنه لم يقل رب اغفر لي خطيئتي قط، ما قال رب اغفر لي خطيئتي. في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم استأذن أن يزور قبر أمه فأذن الله له، واستأذن أن يستغفر لها فلم يأذن له ربه عز وجل بهذا الاستغفار. أخرج الإمام الطبري في التفسير والبغوي في مسند بن الجعد من طريق قيس بن الربيع عن علقمة بن مرتد عن سليمان بن بريدة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة أتى رسمة. قال قيس راوي الحديث: وأكبر ظني أنه قال قبر، أصول قبر، قبر كاد أن ينطمس. فأتى النبي على مكان فيه جذور قبر، أصول قبر، فجلس إليه مقبل يخاطب، ثم قال مستعبرا والعبرة في وجهه، ثم قام مستعبرا، فقلنا والقائل في الروايات الأخرى التي ستأتي بعد قليل عمر، وكان عمر أجرأ الصحابة في سؤال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلنا: يا رسول الله، إن رأينا ما صنعت تناجي، ورأينا على وجهك العبرة. قال: إني استأذنت ربي في زيارة قبر أمي فأذن لي، واستأذنته في الاستغفار لها فلم يأذن لي، فما رؤي باكيا أكثر من يومئذ، بكى وبكى من حوله، ما رؤي باكيا أكثر من البكاة الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. كم كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الحادثة في لفظ أبهمه مسلم وساق سنده من حديث بريدة نحو 1000 راكب، قبل أن يفتحوا مكة المكرمة. وفي هذا الحديث قال: لما قدم مكة. أفادنا هذا الحديث أن هذه الحادثة كانت عند فتح مكة، وحدد المكان، وأنه أتى على رسم قبر، وهذا التحديد لا يعرف إلا بوحي، وورد ذكر جبريل عليه السلام في بعض ألفاظ هذا الحديث. في حديث أخرجه سعد، وفيه أنه كان في مكة، فقال ابن سعد طبقات بعد الحديث، قال: هذا غلط، ليس قبرها بمكة،
وإنما قبرها بالأبواء، قبر أم النبي صلى الله عليه وسلم ليس بمكة، إنما قبرها بالأبواء. نقل هذا الكلام ابن الجوزي في المنتظم المجلد الثاني صفحة 273، ثم أسند إلى رجل اسمه الحسين بن جابر وكان مجاورا بمكة أنه رفع إلى المأمون أن السيل يدخل قبر أم الرسول صلى الله عليه وسلم لموضع كان هناك أي في مكة، فأمر المأمون بإحكامه. قال الراوي عنه وهو ابن البراء: وقد وصف لي وأنا بمكة موضعه، موضع القبر، فيجوز أن يكون أم النبي صلى الله عليه وسلم قد توفيت بالأبواء ثم حملت إلى مكة فدفنت بها. فالنبي لما دخل مكة أتى قبرها، أتى رسم قبرها، فقولنا أنها توفيت بالأبواء لا يمنع أن يكون قبرها في مكة وليست في الأبواء، وإن كانت الأبواء هو المكان الذي قبرت فيه أم النبي صلى الله عليه وسلم وهي راجعة في زيارة عند أخوال رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأبواء موضع بين مكة والمدينة قريب من ينبع ويبعد عن ينبع تحديدا 43 كيلو، ويسمى اليوم الخريبة، ولعله سمي بالأبواء لتبوء الماء فيه. فإذا هذه الحادثة كانت في مكة المكرمة لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة، وكان معه نحو 1000 رجل في هذه الحادثة. الحادثة وردت عن علقمة بن مرتد، عن سليمان بن بريدة، عن أبيه، رواها بعض أئمة الفقه ولكنه أخطأ فيها. وفيها كما في مسانيد الإمام أبي حنيفة فيها: ثم اشتد بكاؤه حتى قلنا يا ليته سكت، فأقبل وهو يبكي فقال له عمر، مسانيد أبي حنيفة مطبوعة بأكثر من جمع، فجمعها أبو نعيم صاحب الحلية، وجمعها الحارث، وجمعها ابن حسر، والآخران علماء الشافعية. وقع في جمع أبي نعيم فقال له عمه، وهذا خطأ، فقال له عمر، كما في المستدين الآخرين، وين عم أبو طالب في فتح مكة؟ كان قد توفي قديم. هذا تحريف من المحقق، أبو نعيم ما قال عمه، المحقق ما قرأ عن عمر فكتبها عمه عمر، في رسم بعض الناس يعني قد تتشابه حرف الأول والثاني والثالث، رسم الحرف الثالث يعني قد يبدو للقارئ أنه هاء وراء. ما أبكاك يا نبي الله؟ فقال الحديث، ولكن قال، وهذا هو موضوع التحريف وهو مهم، قال: فاستأذنته في الشفاعة فلم يشفع لي فبكيت رحمة لها. قال: فبكى المسلمون رحمة بالنبي صلى الله عليه وسلم. شاهد أن في هذا الحديث أنه طلب من الله الشفاعة، والشفاعة لفظ غير محفوظ، والمحفوظ أنه طلب من الله مغفرة، فاستأذنته أن يغفر لها
فإذا هذه الحادثة كانت في فتح مكة، والمحفوظ أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب من ربه أن يغفر لها فلم يأذن له. النبي صلى الله عليه وسلم زار قبر أمه طالبا من الله الاستغفار، وأيضا سبب زيارته صلى الله عليه وسلم لقبر أمه قوة الموعظة والذكرى بمشاهدة خبرها، وهذا يرقق القلب ويزيد الإيمان. ورد هذا في الرواية الثانية من حديث أبي هريرة عند الإمام مسلم. نسمع الرواية الثانية. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال حدثنا محمد بن عبيد عن يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة قال زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه فبكى وأبكى من حوله، فقال استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يؤذن لي، واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي، فزور القبور فإنها تذكر الموت. إذن الذكرى والسبب في زيارة النبي صلى الله عليه وسلم في زيارة القبور وحثه أمته على زيارة القبور قوله في هذه الرواية، وفيها زيادة عن الرواية السابقة: فزوروا القبور فإنها تذكر الموت. زيارة القبر تذكر الموت، لك أن تخص قريبك بالزيارة، كان مسلما تستغفر له كما ورد في الحديث السابق، تجمع بين الدعاء في دخول المقبرة وتجمع في الدعاء للأموات. ولكن أيضا من الفوائد الرئيسة والمهمة في زيارة القبور أنها تذكر الموت، لذا زيارة القبور في الأعياد لا يناسب أبدا الموعظة، زيارة القبور في العيد بدعة ما أنزل بها السلطان. قلب الأفراح إلى الأتراح والحزن هذا ليس بحسن، ليس هذا بحسن. الإسناد الذي معنا خماسي، ومقصد الإمام مسلم من إراده متابعة محمد بن عبيد مروان بن معاوية في الرواية عن يزيد بن كيسان. محمد بن عبيد طنافسي الإياد الكوفي في هذه الرواية تابع مروان بن معاوية في الرواية عن زيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. الرواية السابقة ذكرنا في الرواية الأولى قلنا مسلم رواها عن يحيى بن أيوب المقابر البغدادي ومحمد بن عباد بن زبرقان نزيل بغداد، وقلنا أن لفظ محمد بن عباد لم نظفر به. جاءتني رسائل من إخواننا الحضور بارك الله فيهم ومن خارج البلاد من يتابعون هذا الدرس، يقول محمد بن عباد لفظ روايته عند البيهقي في السنن الكبرى، ولم نسمعوا شيئا، ما أفادنا شيئا، لأن البيهقي أورد رواية محمد بن عباد مقرونة مع رواية غيره فلم نعرف ما هو لفظه. وهذا كثير تستدرك على كلام علمي، ويكون الكلام في باب والاستدراك في باب آخر، فمن أراد أن يستدرك ينبغي أن يدقق. أما ما أورد ذكرت البيهقي وما أوردت لفظه، ما أورد لفظه البيهقي، فهذا ليس باستدراك. هذا يذكرني بصنيعي لما طلب الشيخ راجع كتاب له فرحت وتعبت وكنت أصوت صفحات كثيرة، الشيخ يقول لم أطفر به، يقول الشيخ مجهول عن راوي، قل مجهول،
أبحث أجده مترجم في أربع خمس كتب، فأكتب ترجمه الذهبي فلان 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 فلان، ثم أنظر وجدت الشيخ الله يرحمه ماسك ورقة وقلم فوضع الإكس هكذا الإكس، أشتغلت ساعات وأنا أكتب الكلمات، فرجعت مرة أخرى فأنظر في هذه الكتب نظرة جديدة، فلم أجد كتابا من هذه الكتب ذكر مرتبة الراوي، ترجموه لكن ما ذكروا مرتبته، ما ذكروا يعني ما هي منزلته في الحديث، ففهمت أن ليس كل استدراك صواب. واليوم للأسف نقرأ كثيرا 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 من الاستدراكات، ولا سيما من كتب في من لم يعرفه الألباني من الرواة، وكلها على هذا الحال، كتاب تقرأ 600 صفحة لعل راو أو راويين يصح الاستدراك فيهما، و600 صفحة حشو لغو لا فائدة منها، ومثل هذا كثير هذه الأيام. فطالب العلم ينبغي يتكلم يتكلم بدقة وبحفظ وبفهم، وأن يبحث عن الشيء الذي تريد أن تستدركه، أما قلت كلاما ولا استدراك فيه لا فائدة منه، لا فائدة منه. فأحببت أن أنبه على هذه الفائدة. في الحديث بكى وأبكى من حوله، بكى النبي صلى الله عليه وسلم على فراقه لأمه، ولأنها لم تدرك الإيمان به ولم تسلم، وبالتالي الله جل في علاه ما أذن لرسوله صلى الله عليه وسلم أن استغفر لها، فبكى النبي صلى الله عليه وسلم وأبكى من حوله. نأتي إلى الرواية الأولى لحديث بريدة بن حصيب الأسلم الكوفي رضي الله تعالى عنه، ولمسلم معها فائدة ومنهج مهم ينبغي أن يفصح عنه وأن يبين هذا المنهج. نسمع الحديث. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير ومحمد بن المثنى ولفظ أبي بكر وابن نمير، قالوا: حدثنا محمد بن فضيل عن أبي سنان وهو ضرار بن مرة عن محارب بن نثار عن ابن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث فأمسكوا ما بدا لكم، ونهيتكم عن النبيل إلا في سقاء فاشربوا في الأسفية كلها ولا تشربوا مسفرا. قال ابن نمير في روايته عن عبد الله بن بريدة عن أبيه. الحديث مكرر عند مسلم، والتكرار أفادنا فوائد مهمة وأفصح لنا عن منهج دقيق للإمام مسلم. قبل أن أذكر التكرار نستفيد مما بين أيدينا بداية، كم شيخ للإمام مسلم في هذا الحديث؟ كم شيخ؟ ثلاثة: أبو بكر بن شيبة، عبد الله بن محمد بن أبي شيبة الإمام صاحب التصانيف الذي شهر بمصنف، ومحمد بن عبد الله بن نمير الهمداني الكوفي، ومحمد بن المثنى العنزي أبو موسى الزمن، محمد المثنى بصري، وأبو بكر بن شيبة ومحمد بن نمير كوفيان. دقق معي. قال: واللفظ لأبي بكر وابن نمير. إذن بقي لفظ من؟ بقي لفظ محمد المثنى أبو موسى الزمن. ما هو لفظه؟ يأتينا عند مسلم لكن في موطن آخر بعيد، ويأتينا بفائدة، لكن ننوه على تتمة الفوائد في هذا الإسناد.
قال ثلاثة: حدثنا محمد بن فضيل، محمد بن فضيل بن غزوان الضب الكوفي، له كتاب مطبوع اسمه الدعاء. محمد بن فضيل هو شيخ مسلم عالم، له كتاب مطبوع اسمه الدعاء. وهنا انتبه، هنا قال عن أبي سنان قالوا، انتبه، قال اللفظ لأبي بكر أبي شيبة، ثم قال قالوا ثلاثة: حدثنا محمد بن فضيل، قالوا عن أبي سنان، عن أبي سنان وهو ضرار بن مرة، ضرار بن مرة كوفي شيبان. لماذا قال وهو ضرار بن مرة؟ لماذا؟ دقة مسلم. هنا بدنا نريد نستفيد فائدة جديدة، هنا نريد أن نستفيد فائدة جديدة، وهذه الفائدة في تعبير الدار اليوم إذا ما صلحت رسالة تصلح بحث ترقية، تعبيرنا الأكاديمي، تصلح بحث ترقية وتتبع دقيق ومتعب، ولكن تحتاج للرجال، وأنتم رجال، عرفتم مسلما وعرفتم منهجه في الصحيح. قبل أن أنتقل لباقي الفوائد، أقرأ عليكم ما أخرجه مسلم وبوب عليه الإمام النووي كتاب الأضاحي، بوب على موطن الثاني كتاب الأضاحي. اسمع ودقق معي. قال مسلم: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن فضيل، قال أبو بكر، من هو أبو بكر بن أبي شيبة، قال أبو بكر بن أبي شيبة عن أبي سنان، وقال ابن المثنى، من ابن المثنى؟ الذي لم أذكر لفظه، وقال ابن المثنى عن ضرار بن مرة. مسلم أخذ ضرار بن مرة من وين؟ من محمد المثنى، ولم يذكر لفظه أبدا. طيب اسمع معي، وقال ابن المثنى عن ضرار بن مرة عن محارب عن ابن بريدة عن أبي، هذا كلام من؟ كلام ابن المثنى. ثم قال ها: وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، الشيخ الثاني هنا، حدثنا محمد بن فضيل، حدثنا ضرار بن مرة أبي سنان. فماذا يستفاد من هذا؟ أن مسلما أنقص من لفظ محمد بن عبد الله بن نمير، أنقص. قرأ معي الآن الإسناد معنا، قرأ الإسناد الذي عندنا. قال عن أبي سنان، أبو بكر بن أبي شيبة قال أبي سنان فقط، محمد بن المثنى قال ضرار بن مرة، ومحمد بن عبد الله بن نمير قال ضرار بن مرة أبي سنان. قال هنا كلاهما عن أبي سنان، فأنقص ضرار بن مرة من لفظة محمد بن عبد الله بن نمير. في الموطن الثاني قال: وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا محمد بن فضيل، حدثنا ضرار بن مرة أبي سنان، أبو سنان. ومجاهد صح عنه أنه قال، وهذا هو المتبع في الصنعة الحديثية، قال: أنقص من الحديث ما شئت وإياك أن تزيد فيه. مجاهد يقول أنقص من الحديث ما شئت، لكن لا يقول لك أن تزيد فيه. فمسلم أنقص ذكر ضرار بن مرة من لفظة محمد بن عبد الله ابن نمير، مع أنه صرح بها في الموطن الثاني، وهذا منهج متبع. فما أنقصه مسلم من صحيحه في الألفاظ والرواة يحتاج لبحث فيه، تتبع للصحيح من أوله إلى آخره، وهذا بحث يحتاج إلى دقة المحدث، وتظهر هذه الدقة
على وجه كبير، وفي الباب في الموطن الثاني من حديث بريدة أيضا لما نكتشف الألفاظ التي أبهمها مسلم وساق أسانيدها أيضا أنقص من الأحاديث في الطريق الآتية. طيب نكمل ونتابع فوائد الأستاذ الذي معنا. قال: وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا محمد بن فضيل حدثنا ضرار بن مرة أبو سنان عن محارب بن دثار عن عبد الله بن بريدة. انتبه، محمد عبد الله بن نمير روى عن محارب بن دثار عن من؟ عن عبد الله بن بريدة. اسمع هنا، اقرأ آخر سطر في الطريق. قال ابن نمير في روايته عن عبد الله بن بريدة: الشيخان الآخران أبو بكر بن شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير روياه عن محارب بن دثار عن ابن بريدة. ابن بريدة هكذا معمى لبريدة أولاد، منهم عبد الله بن بريدة، وأيضا منهم غير عبد الله بن بريدة سليمان بن بريدة، وهما توأمان ولدا في بطن واحد. ورويا هذا الحديث كلاهما. الطريق الثالث مسلم ذكر عبد الله بن بريدة وذكر سليمان بن بريدة. البخاري روى عن عبد الله بن بريدة عن أبيه، ولم يروي عن سليمان بن بريدة عن أبيه. لم يقع تصريح لسليمان بن بريدة بسماعه من أبيه، فالبخاري أدنى شك يخرج الحديث من صحيحه ولا يقول عنه ضعيف، ليس على شرط أصل الصحيح وليس على أصل الصحة. فالبخاري يختار الأسانيد التي ليس فيها كلام، مسلم يدقق ويبحث ويتعب، فإن ثبت السماع أورده في صحيحه. لذا قلت لكم مرات وكرات وسابقة أذكر هذا مرات أخرى في نماذج أخرى في مواطن عديدة، عمل البخاري أدق وعمل مسلم أشق، عمل البخاري دقيق، عمل مسلم فيه تعب. نكمل الفوائد. إذن هذه فائدة مهمة، الفائدة أن عبد الله بن نمير صرح باسم الولد، والاثنان الآخران قال ابن، وهو قال عبد الله بن بريدة عن أبي سنان. قلنا الحديث الذي معنا عن ابن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. مسلم من عادته أن يذكر الناسخ في آخر الباب. لو سألنا مسلما من خلال عرضه للحديث وكان بيننا، فقلنا له: يا إمامنا، يا أبا الحسين، ما رأيك في زيارة النساء للقبور؟ فمن صميعه في هذا الباب، ماذا من هذا الباب والذي قبله، ماذا سيقول لنا؟ جائز، وهو آخر قولي رسول الله صلى الله عليه وسلم: فزوروها. قلنا هذا يشمل الذكر والأنثى، وهذا ظاهر في حديث عائشة في الباب الذي قبله.
أسأل سؤالا مهما وأجيب عليه بعد أن أذكر ألفاظ الحديث طريق الأخير، وأولا طريق الأخير من ثلاثة أسانيد. إيش صلة هذا الحديث بحديث أبي هريرة السابق؟ صلة وثيقة، وتأتينا من خلال الألفاظ التي أبهمها مسلم: نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، ونهيتكم عن لحوم الأضاحي. لحوم الأضاحي ما يذبح وينحر في يوم عيد الأضحى، ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث، فأمسكوا ما بدا لكم. لما حج النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع دفت الأعراب ومن هم حوالي مكة، فجاءوا وتقصدوا الموسم، وكانوا فقراء فأرادوا أن ينالوا الحج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نهيتكم عن لحوم الأضاحي من أجل الدافة التي دفت. فلما يصير في فقر من يذبح أضحية ينبغي أن يتصدق بها ويأكلها مرة ثلاثة أيام، ولكن ها هنا رخص النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين أن يحبسوا ما شاءوا من الأضاحي بعد الأيام الثلاثة، فكان النهي معللا، ولكن هذا النص حتى لو عادت الدافة وعاد الفقر فلنا أن نحبس. قال: نهيتكم عن لحوم الأضاحي في فتح مكة، نهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث فأمسكوا ما بدا لكم، ونهيتكم عن النبيذ أن يلقى تمر أو عنب في ماء، فإذ بقي في الماء فتغير، ولسيما إن تعرض للحرارة فأصبح مسكرا، فهذا منهي عنه. لكن قبل أن ينهى عنه قبل السكر كان مجرد النبيذ ممنوع، نهيتكم عن النبيذ، واستثنى النبي صلى الله عليه وسلم السقاء إلا في سقاء، والسقاء قربة إناء من جلد استثناها النبي صلى الله عليه وسلم لأن الماء الذي فيها يحافظ على برودته. السقاء هذا لا يجعل خلال فترة قصيرة لا يجعل النبيذ سكرا إلا في سقاء. قال: فاشربوا في الأسقية والأواني كلها. هذا ثبت معنا في الدرس الماضي، النقير والمزفت كانوا ينبذون فيه، والمزفت والنقير يوضع خيش، يوضع فوق الزير زير ماء، يوضع خيش أو يطلب النقيب بالطلاء الأسود الزفت جلكم الله، فيعطي حرارة زائدة. وكان العرب يصنعون الخمر كل عشر أيام، كل أسبوعين، ما يشرب الخمر إلا بصنع أيديهم، ما في خمارات في زمن الأول. وبعض إخواننا المترجمين شاورني في هذا الحديث، قال: يعني أنا مش عارف المزفت. قلت: لا، العرب كانوا يصنعون الخمر بين الفينة والفينة، كل عشر أيام، أقل بقليل أكثر بكثير، يصنع خمرا فيجعله في هذا الإناء. فالنبي صلى الله عليه وسلم في البدايات نهى عن شرب الماء من المزفت ومن النقير ومن هذه الآنية. فالنبي في هذا الحديث أشار
ما لم يكن مسكرا احفظوا واشربوا من جميع الأواني ومن جميع الأسقية. المهم أنه هذا الإناء أنه هذا الأمر لا يسكر، هذا الأمر لا يسكر. وثبت في سنة أبي داود ومسند أحمد وغيرهما من حديث عائشة: ما أسكر الفرق فملء الكف منه حرام. الفرق لعشرة لتر فملء الكف حرام. هذا الحديث له صلة بحديث أبي هريرة، وهذا الذي بينه لكن أبهمه مسلم رحمه الله تعالى فيما يأتي من الرواية. نأتي للروايات الأخيرة. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو خلثمة عن زبيد اليامي عن محارب بن إثار عن ابن بريدة أراه عن أبي الشك من أبي خلثمة عن النبي صلى الله عليه وسلم هاء. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا قبيصة بن عقبة عن سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم هاء. وحدثنا ابن أبي عمر ومحمد بن رافع وعبد بن حميد جميعا عن عبد الرزاق عن معمر عن عطاء الخراساني قال حدثني عبد الله بن بريدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم كلهم بمعنى حديث أبي سنان. عن كم شيخ روى مسلم في هذا الإسناد؟ أورده من ثلاث طرق. الطريق الأول عن الشيخ أبو بكر أبي شيبة، الطريق الثاني الطريق الأول عن يحيى بن يحيى التميمي النيسابوري غير يحيى بن يحيى الليثي الراوي عن الموطأ، الراوي عن مالك الموطأ، يحيى بن يحيى التميمي النيسابوري في الطريق الأول. الطريق الثاني الشيخ واحد أبو بكر أبي شيبة. الطريق الثالث رواه عن ثلاثة من المشايخ: الشيخ الأول ابن أبي عمر محمد بن يحيى العدني، والثاني محمد بن رافع قشيري من قبيلته مسلم قشيري وهو قشيري ونيسابوري من نيسابور بلديه أيضا، وعبد بن حميد. عبد بن حميد من كش أو كس، هي الآن في أوزبكستان تبعد عن بخارى 100 كيلو. كشري عبد بن حميد كشري. ومسلم رحمه الله وجدته في كتابه الطبقات نسخة كتابه نسخة من نسخة من نسخ كتاب الطبقات لمسلم نسخها في بيت عبد بن حميد، وكان شيخا لولده محمد. عبد بن حميد له ولد تتلمذ على الإمام مسلم. نأتي رواية رواية نأتي الرواية الأولى. قال: وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا أبو خيثمة زهير بن معاوية الجعفي الكوفي عن زبيد بن الحارث الكوفي وهو اليان عن محارب بن دثار عن ابن بريدة عبد الله قال أراه عن أبيه قال الشك من أبي خيثمة عن النبي صلى الله عليه وسلم. شك أبو خيثمة، وأبو خيثمة زهير بن معاوية رواه عنه جماعات من غير شك، والشك هنا ليس بمؤثر لسببين. السبب الأول: من الذي يشك؟ طيب أعيد السؤال طريقة أخرى: الشك زيادة من الراوي ولا نقصان من الراوي؟ شك إنه قال النبي ولا قال الصحابي، هذا نقصان من الراوي. والشك دلالة على أن الذي شك مثبت، تعبيرنا الدارج من اللي بيخاف من الرسول؟
الطالب الذكي الشاطر، هذا مش شاطر مستاهل عنده الامر واحد. فالذي الذي يشك هو الثبت. فهنا رواه يحيى بن يحيى بالشك، ولكن رواه غيره من غير شك، ورواه غير ابو خيثمة عن زبيد من غير شك، فالشك هنا لا يؤثر قولا واحدا. لكن السؤال، ما هو لفظ يحيى بن يحيى عن ابي خيثمة؟ انظر الان لاخر الحديث، قال كلهم بمعنى حديث ابي سنان، بمعنى حديث ابي سنان. من ابو سنان؟ المذكور لفظه في الحديث السابق اللي هو ضرار ابن مره الكوفي الشيباني، ضرار ابن مره الكوفي الشيباني. انا ازيد، قال كلهم، كلهم يعود لمن؟ ياتينا كلهم زبيد وسفيان الثوري ومعمر، هذا هؤلاء المراد بكلهم. قال كلهم بمعنى حديث ابي سنان وبعضهم يزيد. فمسلم ها هنا ما ذكر الزياده على القاعده التي قلناها عن مجاهد، انقص من الحديث ما شئت ولا تزد فيه. ويدلنا ذلك من فضل الله عز وجل وبمساعده بعض اخواننا الحضور، اخونا سامي الاسعد ابو مسلم حقق كتابا لزاهر بن طاهر الشحاني، وحققه لاول مره، واسم الكتاب الالهيات. وكتاب الالهيات هو اول حديث، اول كتاب الف في الاحاديث القدسيه، اول حديث الف في الاحاديث القدسيه كتاب الالهيات، طبعه في مجلدين. وزاهر بن طاهر الشحامي تلميذ للامام البيهقي، فاشار في هامش كتاب ان هذا اللفظ اخرجه ابو نعيم بن حداد عبد الله بن الحسين الاصبهاني، متوفى سنه 517، في كتاب اسمه جامع الصحيحين بحذف المعادي والطرق. وهذا استند حقيقة عزيز ونادر، لأننا ظفرنا بلفظ الشيخ مسلم مباشرة. احنا العادة نظفر ليس بلفظ الشيخ، نظفر بلفظ شيخ الشيخ أو شيخ شيخ الشيخ، أما أن تظفر بلفظ الشيخ وهو يحيى بن يحيى فهذا عزيز. فأسند أبو نعيم بن حداد من طريق يحيى بن يحيى عن أبي خيثمة عن زبيد اليامي عن محارب بن دثار عن ابن بريدة أراه عن أبيه، قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزل ونحن قريب من 1000 راكب. فائدة جميلة، لما نزل النبي صلى الله عليه وسلم كان حول النبي صلى الله عليه وسلم 1000 راكب، فنزل ونحن قريب من 1000 راكب فصلى بنا ركعتين. هذه زيادة، هذه أيضا زيادة ما ذكر أحد. فصلى بنا ركعتين ثم استقبل الناس بوجهه وعيناه تدرفان صلى الله عليه وسلم. فقام إليه عمر بن الخطاب ففداه الأب والأم، ففداه الأب والأم يقول يا رسول الله ما لك؟ فقال إني استأذنت ربي في الاستغفار لأمي فلم يأذن لي فدمعت عيناي رحمة لها من النار. هذا لفظ عن مسلم بالإسناد لا باللفظ، بالإسناد لا باللفظ. تأمل ما ذكر إلا ما ورد في حديث أبي هريرة، حديث ابن بريدة الذي فيه جواز النبيل وجواز حبس الأضاحي، ما هو مذكور في هذا الحديث. هذا لفظ الحديث الأول.
لفظ الحديث الثاني قال: وحدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة، حدثنا قبيصة ابن عقبة السوائب العامل عن سفيان والثوري. قبيصة يروي عن سفيان دائما، المراد بسفيان سفيان بن سعيد الثوري الكوفي، عن علقمة بن مرتد عن سليمان بن مريدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. هنا من ولد مريدة؟ سليمان. من؟ سليمان. وفي الحديث السابق عبد الله بن مريدة، وصرح بعبد الله عبد الله بن محمد بن نمير شيخ الإمام مسلم رحمه الله تعالى. هذا اللفظ أيضا أخرجه زاهر بن طاهر رحمه الله في كتابه الإلهيات برقم 208 من طريق أبي بكر بن أبي شيبة بالإسناد بالحرف، وساق زاهر بن طاهر إسناده فقال: لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة أتى جذم قبر. شو يعني جذم قبر؟ أصل قبر، قبر لم يظهر منه إلا الأصل. الله دل نبيه على قبر أمه عن طريق الوحي. لما فتح مكة أتى جذم قبر فجلس إليه، فجعل كهيئة المخاطب، مخاطب خاطب جبريل، وجلس الناس حوله، ثم قام وهو يبكي، فتلقاه عمر وكان من أجر الناس عليه، فقال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما الذي أبكاك؟ فقال: هذا قبر أمي، سألت ربي في الزيارة فأذن لي، وسألته الاستغفار لها فلم يأذن لي، فذكرتها فوقفت وبكيت، فلم يرى باكيا أكثر من باكي يومئذ. هذا اللفظ الثاني. بقي اللفظ الثالث وهو لفظ عبد الرزاق، وهذا الذي إن شاء الله في درسنا القادم نتعرض له. وأنوه وأنبه إخواني أني أعتذر عن درس الخميس القادم، سأسافر للعمرة إن شاء الله تعالى، ولم أزر العمرة بيت الله الحرام من قبل كورونا، وقت كورونا، فغبت في الأسبوع قبل الماضي، ورتبت دخول المملكة تجديد الإقامة، فسأزوره إن شاء الله، ومضطر أن أغيب الخميس القادم، والخميس الذي بعده نعود إلى دروسنا إن شاء الله. درس الخميس القادم أعتذر عنه، وجزاكم ربي خيرا وبارك الله فيكم. ودرس غد قائم، درس غد بعد الفجر قائم، أسأل الله يتقبل منا ومنكم. سأجيب على الأسئلة التي تخص الدرس كعادتنا، والأسئلة الأخرى أجيب عليها إن شاء الله في درس الفجر غدا. هل عبد بن حميد كسي أم كشي؟ يقال في الاثنين، يقال كسي ويقال كشي. والكلمة الأعجمية عربت فتعريبها واسع، تعريبها واسع، يقال هذا ويقال هذا. ترضيت عن أم النبي صلى الله عليه وسلم، وهل يوجد ذلك؟ تريد تفصيل في حديث نابي وأباك في النار؟ نابي وأباك في النار حديث أخرجه مسلم في الصحيح، وشرحه الإمام النووي شرح واضح جلي، وقرر فيه أن من مات في ذاك الحين وأقيمت الحجة ولم يسلم فهو في النار، وشرح الإمام النووي الحديث على ظاهره، وقرأنا هذا الشرح في كتاب الإيمان من صحيح مسلم. فما يقال في أبيه يقال في أمه، والتوحيد ليس في مجاملة. عشان صحفية غير الحكم يجب أن نترحم عليها، لأنها قومية وفلسطينية
وأنها يعني تعمل نصرة القضية الفلسطينية، فنغير أحكام الله عز وجل. الدين ليس كذلك. قال إبراهيم لأبيه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه. قال المفسرون جعلها كلمة باقية في عقب أمة محمد. تصريح إبراهيم ما نفع أباه. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، إبراهيم جعلها باقية في عقبه. هذه كلمة باقية. هذا الذي يقاتل عليه الكفار اليوم، أبسط قليلا كلام، لما جاء الاستعمار وغزا ديارنا قامت حركات كثيرة وجهود كبيرة، وفقد المسلمون أعيان من العلماء والصادقين ممن حارب الاستعمار رحمهم الله تعالى، وحشرنا وإياكم مع النبي وإياكم وإياهم مع النبيين. رسم العلاقة بين العرب والكفار رسمها مجموعة من أهل العلم، ومن أكبر الشخصيات التي رسمت العلاقة بيننا وبين الكفار عالم لا يعرفه إلا القليل منا، وهو شكيب أرسلان، من أكبر العلماء الذين كانوا يكتبون في الجرائد، وكتب في الجرائد بجميع اللغات، وأنا ظفرت بقرابة 2000 مقالة له منشورة من سنة 1890 إلى قبيل وفاته 1945، وهو يكتب عن العلاقة بين المسلمين والكفار وبلور هذه العلاقة. بلور كفار يندمون الآن، يحاولون جاهدين أن يمسحوا الصورة التي رسمها شكيب، ويعملوا على أنه إحنا واليهود والنصارى أتباع إبراهيم عليه السلام، وكلنا في الجنة، كلنا في الجنة. والعبرة بحب الله. الله بيقول إذ قال إبراهيم لأبيه وأمه لأبيه إنني براء، هذا دلالة على أن المعتقد هو الذي يعقد عليه سلطان الولاء والبراء، وهو الذي يعقد عليه سلطان الحب والبغض. قال الحب، العبرة بالحب. فاليهودي الذي يحب الله والنصراني الذي يحب الله مثلنا، ما في فرق بينه وبينه، فغيروا موضوع المعتقد إلى موضوع الحب. من الذي قال من السابقين أن الحب هو الذي يجمع؟ تعرفونه؟ ابن عربي والفارض. وهذا هو سر الرواج لهذا الفكر، لعلكم أن تفهمون لماذا يروج لهذا الفكر. ولكن العبرة بالحب. صليت في كنيسة، ابن فارض يقول في تهليته ولا باخفى الأبيات، يقول صليت في كنيسة، صليت في كنيس، كنت يهودي، كنت نصراني، كنت مسلم، سيئ، لا فرق، لا فرق. هذه الصورة الآن اللي بيدندن عليها الإعلام، واللي بيشتغل عليها بكل ما أوتوا من قوة، وترسم سياسات شديدة ومركزة لترويج هذه السياسة. احنا عندنا جنة والنار ليست بيد الله، جنة والنار بيد الله، ولا نحكم على احد في جنة او نار الا ان حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فان اخبرنا فتنشرح صدورنا. وهذه مسألة لا تشغلنا، هذه مسألة لا تشغلنا، لكن نقرر ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل يمكن أن تكون والدة نبي من أهل الفترة؟ قال بهذا السيوطي وألف 10 رسائل. السيوطي زعم أن من مات قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الفترة وأهل الفترة
وردت أحاديث كثيرة ذكرها ابن القيم مطولا في آخر طبقة من طبقات المكلفين في كتابه طريق الهجرتين. أورد حديث الأسود بن عامر وحديث جماعة من الصحابة أنه أهل الفترة والمجنون والأصم الأبكم والذي أدرك الإسلام على كبر والمعتوه وأولاد المشركين يمتحنون يوم القيامة فتنصب لهم النيران ويقال لهم اقتحموها، فإن اقتحموها نجوا وإن أبوا دخلوا النار. هذا ما أهل الفترة عندهم، لكن الخلاف أنه هل اللي عاشوا في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وصلتهم دعوة التوحيد أو لم تصلهم؟ وسبق الجواب في الدرس أن دعوة التوحيد وصلتهم ولم يؤمنوا بها. دعوة التوحيد كانت عند العرب، ووصلهم أن إبراهيم عليه السلام كان يصلي في الصباح والمساء صلاتين، وكان يدعو لتوحيد الله عز وجل. وورقة بن نوفل كان موحدا، وعدد من العرب كانوا معروفين بالتوحيد. فهؤلاء على الراجح أنهم ليسوا أهل الفترة. احتج من قال بنجاة أبوي النبي صلى الله عليه وسلم بخبر قال عنه الحفاظ لا أصل له، وممن ذكر هذا السهيلي في كتاب الروض الأنف، وتتابع المحدثون عليه ولم نره في كتاب. قالوا الله جل في علاه أحيا أبوي رسول الله صلى الله عليه وسلم فآمنا به ثم مات، يعني أبوي النبي صلى الله عليه وسلم أحيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أحيا أبوه وأحيا أمه ثم أسلما ثم مات. طب حديث أنس في صحيح مسلم، حديث أبي هريرة، وحديث مريد الأحصبي في هذا الباب الذي معنا، هذه أسانيد، لكن طرق إثبات الحديث، إثبات الحديث له طرق، وهذه الطرق مقررة عن العلماء. فإذا أتيت لي بطريق أن النبي صلى الله عليه وسلم أحيا الله له أبوي فهذا يجب علي أن أؤمن به، لكن ما نجد هذا إسنادا، والكتب المدونة موجودة ولا ذكره أحد من المعتبرين من المحدثين. والله تعالى ما هو مصير أهل الفترة سبق الجواب. هل يباح زيارة قبور الكفار؟ نعم، وتزور قبر أبيك، أبوك نصراني وأنت أسلم، هل لك أن تزور قبر أبيك؟ لك أن تزوره. هل لك أن تستغفر له؟ ليس لك ذلك. من جميل ما وقفت عليه مما أسنده ابن جرير أن رجلا قال لأبي هريرة، قال له، وأبو هريرة راوي الحديث الذي معنا، قال له غفر الله لك يا أبا هريرة ولأمك ولأبيك. فقال أبو هريرة أما أنا وأمي فنعم، وأما أبي فلا، لأنه مات مشركا. أخرج هذا الإمام ابن جرير في تفسيره أظن في الجزء 21. فأما أبي فلا، ليش أبي لا؟ من لا يحب أن يكون أبوه ناجيا؟ لكن هذه النجاة عند الله ليست بالسبب، مش مشيخة ولا مخترة، النجاة عند الله تحتاج إلى إيمان، فمن حقق الإيمان نجا، ومن لم يحقق الإيمان لم ينجو. النجاة عند الله بالإيمان، وليس النجاة عند الله عز وجل بالأشياء الأخرى. هل كتاب بلوغ الأماني في تراجم الرجال الذين لم يعرفهم الإمام الألباني؟ هذا مثل من الكتب التي من الشيء الذي ذكرته لكم في هذا الكلام. طيب اكتفي بهذا القدر و
أجيب على الأسئلة إن شاء الله في درس غد، وصلى الله وسلم على